سمو الأمير يترأس اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء ويعبر عن ارتياحه وتقديره لما طرحه الشباب في المؤتمر الوطني الأول للشباب. استقالة معاذ الخطيب من رئاسة الائتلاف السوري المعارض، والحر يرفض رئاسة تيتو وقطر تمنحه مقعد سوريا. كيري يطلب من بغداد تفتيش الطائرات الإيرانية المتجهة إلى سوريا ويخشى من تصاعد نفوذ القاعدة في الأنبار. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة الكوت الفضائية. وجه سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات العملية الجادة لترجمة وتنفيذ التوصيات التي تضمنتها الوثيقة الوطنية لمؤتمر الشباب الذي أقيم مؤخرا. سموه وخلال ترأسه اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء دعا الوزراء إلى فتح أبوابهم لتلقي شكاوى المواطنين ومعالجة قضاياهم والارتقاء بالخدمات العامة. ترأس سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء في الديوان الأميري بقصر السيف بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة بالإنابة مبارك الخرينج وسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك. وعبر سمو الأمير خلال الاجتماع عن ارتياحه وتقديره لما طرحه الشباب الكويتي في المؤتمر الوطني الأول للشباب الذي أقيم مؤخرا لإتاحة الفرصة للشباب للتعبير عن وجهة نظرهم بكل صراحة وشفافية. وكلف سموه مجلس الوزراء بالمبادرة إلى اتخاذ الإجراءات العملية الجادة من أجل ترجمة التوصيات التي تضمنتها الوثيقة الوطنية للشباب والتي أسفر عنها المؤتمر، وذلك لإخراجها إلى حيز التنفيذ تحقيقا للغايات الوطنية السامية. وحث سمو الأمير الوزراء على فتح أبوابهم لتلقي شكاوي المواطنين ومعالجة قضاياهم وتيسير مصالحهم وأعمالهم والارتقاء بالخدمات العامة. كما شدد سموه على ضرورة تدارس سبل تسريع إنجاز المنشآت الحكومية ومعالجة تباين تكاليف إنشائها من جهة إلى أخرى، وصولا لتحقيق الإنجاز الأسرع وتخفيض التكاليف وجودة التنفيذ. سمو الأمير وجه الحكومة أيضا إلى العمل على توفير المواقع المناسبة لإقامة المصانع والمشروعات التي يتقدم بها القطاع الخاص، وتبسيط الإجراءات وتقديم كل ما من شأنه تشجيع المشروعات المحلية والمحافظة على رأس المال الكويتي للاستثمار في البلاد، والعمل على اتخاذ جميع الخطوات الكفيلة لتجنب هروب رؤوس الأموال الكويتية بما يهدف إلى تقوية الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للشباب الكويتي ودفع عجلة التنمية في البلاد. وتخلل اجتماع المجلس استعراض الأولويات التي جاءت في وثيقة الشباب، أبرزها تعزيز المواطنة في عقول الشباب بهدف وضع الحلول للقيم السلبية المنتشرة والتي تتعارض مع المواطنة. كما تم تدارس الآليات المناسبة لوضع الأولويات الواردة في الاستراتيجية الوطنية للشباب موضع التنفيذ. وأكد المجلس على ضرورة ترجمة توجيهات سمو الأمير للاهتمام بالشباب ورعايتهم من خلال تفعيل مشاركتهم في قضايا مجتمعهم وتعزيز دورهم الإيجابي في مختلف المجالات. إلى ذلك دعا رئيس مجلس الأمة بالإنابة مبارك الخرينج النواب إلى اجتماع يوم غد الاثنين لاطلاع الأعضاء على ما دار خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الذي كان برئاسة سمو الأمير، وفيما لا تزال المناقشات الحكومية النيابية مستمرة لإنهاء قانون صندوق الأسرة. كشف النائب أحمد لاري عن أن المناقشات لا تزال مستمرة حول بندين رئيسين هما إدراج البنوك الإسلامية ومن أعادوا جدولتهم قبل إبريل 2008 للصندوق لوجود وجهة نظر حكومية بهذين البندين لا تتسق مع رؤية اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية، متأملا الانتهاء من المناقشات خلال هذا الأسبوع. لا تزال المناقشات الحكومية النيابية مستمرة حول قانون صندوق الأسرة، فاللجنة المالية البرلمانية لا تزال تعقد اجتماعاتها لإنهاء هذا الملف،
عضو اللجنة النائب أحمد لاري أكد أن الاتفاق النيابي الحكومي حيال الصندوق متوفر عدا نقطتين هما قروض البنوك الإسلامية ومن أعادوا جدولة قروضهم قبل أبريل 2008. تم مناقشة مع أحد القياديين في المصارف الإسلامية وأوضح أن هناك في مخرج لهذا الموضوع، وهو أن يتم سداد كامل الدين لأن في هناك عوائد ومرابحة، ومن ثم البنك الإسلامي يقوم بدفع مكافأة للمقترض تعادل بنسبة وتناسب كما لو أنه كان مقترض هذا الدين من البنك التقليدي، ومن ثم تم سداد أصل الدين وإسقاط فوائد. الدولة ترى أن يعني حسبة هذا الموضوع حسبة معقدة وحسبة صعبة، طالما أن أصل الدين تسكر أو القرض الأساسي أغلق فيعتبر كقرض جديد. نحاول طبعا هي ناحية فنية وإجرائية، راح نحاول نناقش هذا الموضوع أيضا مع الحكومة. نواب آخرون من جهتهم انتقدوا ما أسموه مراوغة وزير المالية مصطفى الشمالي لمجلس الأمة، مشددين على ضرورة الانتهاء من ملف صندوق الأسرة ومتوقعين الانتهاء من القانون خلال الجلسة القادمة. سوف يمر هذا القانون بإذن الله بشكل بيحصل على أغلبية كاسحة من قبل نواب مجلس الأمة، وأعتقد هو فعلا استحقاق يجب أن يتم إن شاء الله في الأسبوع القادم في الجلسة القادمة بإذن الله المداولة الثانية بالنسبة لإسقاط فوائد القروض. من المفترض يعني الأخ الشمالي أن لا يعني يتعامل مع المجلس بأسلوب اللف والدوران والمراوغة، يجب أن يكون جاد، احنا هني جايين لأجل أن ننجز وأن نعمل. من جهة أخرى، واصلت لجنة التحقيق الخاصة بمشروعي جسر جابر ومحطة الزور اجتماعاتها مع لجنة المناقصات المركزية، وأشار مقرر اللجنة النائب عدنان المطوع أنها ستستكمل اجتماعاتها الأسبوع المقبل. استمعنا لرأي لجنة المناقصات، هي الرأي الأخير اللي رفع لمجلس الوزراء، ومن ثم يعني كان هناك في أجوبة بهذا الخصوص. اللجنة طبعا يعني وصلت إلى شارفت على الانتهاء من هذا التحقيق، وسوف يكون الاجتماع القادم يوم الأحد كذلك مع جهات أخرى يعني شاركت في هذا القرار، حتى يعني تقف اللجنة على قرارها النهائي اللي راح ترفعه حق مجلس الأمة الذي راح يكون له الرأي النهائي في هذا المشروع عن مدى صحة الترسية من عدمه. حمد النبهان من مجلس الأمة، قناة الكوت. قال رئيس مجلس الأمة علي الراشد أمام مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي إن الاجتماعين التنسيقيين الخليجي والعربي ركزا على بعض المقترحات المقدمة من المملكة المغربية والمملكة الأردنية وجمهوريتي سوريا والعراق، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على أن يجتمع ممثلو هذه الدول للاتفاق على مقترح واحد يحظى بدعم عربي ليكون على بند المقترحات الطارئة. اليوم الحقيقة كان اجتماعين، الاجتماع التنسيقي الخليجي وكان برئاسة الكويت، وبعد ذلك كان الاجتماع الاتحاد او الاجتماع العربي ايضا برئاسة الكويت. الاجتماعات ناقشوا نفس المواضيع خصوصا فيما يتعلق بالبنود الطارئة التي اقترحتها بعض الدول، ركزنا على المقترحات التي تقدمت بها المغرب والأردن وكذلك سوريا والعراق، ويعني الاتفاق بأن يجلسون هؤلاء الأربع دول للاتفاق حول مقترح واحد يكون من البند الطارئ حتى يتم التصويت عليه ويحظى بدعم عربي ويكون له الأولوية. أيضا تم النقاش حول المناصب الشاغرة في عدد من اللجان، وتم الاتفاق بحمد الله بعد يعني نقاش طويل وتنازلات من عدة أطراف أو عدة دول، وصلنا إلى اتفاق بأن يكون للكويت منصب رئيسي، وأيضا كالإخوان في البحرين منصب في لجنة المرأة. أكد القيادي والخبير النفطي أحمد العربيد أن مشروع الكويت عاصمة النفط في العالم يأتي في سياق الرؤية العامة لتطلعات سمو الأمير في أن تكون الكويت مركزا ماليا وتجاريا عالميا. تصريح العربيد جاء خلال مؤتمر صحفي أقيم صباح اليوم للإعلان عن المشروع. الكويت عاصمة للنفط بالعالم، عنوان لمبادرة يرى متبنوها أنها ملبية للرؤى التنموية
التي تساعد في أن تكون الكويت مركزا ماليا وتجاريا عالميا. الإعلان عن المبادرة جاء في مؤتمر صحفي للإعلان عن آخر تطورات بشأن الفكرة بعد عام من دراستها من خلال فرق تطوعية متخصصة. اليوم المبادرة تملك وثيقة، وهذه الوثيقة تم إعدادها من قبل المتطوعين. تم تشكيل 14 فريق من المتطوعين قاموا بدراسة كل أوضاع البلد، وخلصنا على هذه الوثيقة اللي راح نكلمكم عنها. مراحل المبادرة المقبلة تستهدف الحصول على المباركة الشعبية تمهيدا لرفعها إلى سمو أمير البلاد لإصدار توصياته بشأنها. الوثيقة الآن راح تكتب وتطبع في كتاب إن شاء الله، وراح يتوزع عليكم طبعا، على متأملين في نهاية الأسبوع هذا يكون الكتاب صدر، وراح يوزع في يعني على المسؤولين وعلى غيرهم وعلى الدواوين والمنتديات، حتى نوصل ما تحمل الوثيقة الحقيقة من توجهات نعتقد أن هي سديدة ولصالح البلد. ويؤكد القائمون على المبادرة أنها تعتمد على تطوير القطاع النفطي الكويتي من خلال مشاريع نفطية كبرى تنفذها شركات عالمية متخصصة في استخراج النفط وتكريره مع استقطاب كبرى الشركات النفطية العالمية. تشاهدون بعد قليل. جمعية الثقافة الاجتماعية 50 عاما من العطاء. أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس أحمد الجسار في افتتاح ورشة العمل حول الحماية المادية للمواد والمنشآت النووية أهمية توفير الأمن والأمان النوويين للعاملين في الطاقة الذرية بالدول العربية، لافتا إلى أنها تعزز من قدرة الدول العربية على توفير نظام وطني فعال. أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء أحمد الجسار أهمية التدريب والتأهيل للكوادر العلمية والعاملين في حقل الطاقة الذرية بالدول العربية على الأمن والأمان النوويين بما يتوافق مع المعايير الدولية. وأضاف الجسار خلال حضوره افتتاح ورشة العمل حول الحماية المادية للمواد والمنشآت النووية إن الطاقة الذرية لها دور إيجابي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول، إلا أنها تكون محفوفة بمخاطر مثل الحوادث الإشعاعية والأعمال التخريبية والتي يمكن تفاديها بواسطة اتباع المعايير الدولية وتطويرها فيما يخص الأمن والأمان النوويين. ومن جانبه أكد الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتدريب في وزارة الكهرباء والماء الدكتور مشعان العتيبي إن توجه أغلب شعوب ودول العالم حاليا إلى استخدام الطاقة النووية استخداما سلميا للاستفادة من هذه الطاقة بشكل مفيد. وأفاد العتيبي إن ما تسعى إليه الكويت ممثلة بوزارة الكهرباء والماء من خلال تنظيم هذه الورشة هو اكتساب وتبادل الخبرات بين المختصين في هذا المجال، خصوصا أن الورشة ضمت العديد من الأسماء البارزة أصحاب الخبرة الواسعة في هذا التخصص، ومنها من يعمل في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ضمن فعاليات احتفالات الجمعية بمرور 50 عاما على تأسيس جمعية الثقافة الاجتماعية، افتتح معرض الصور الإعلامي الذي قدم عرضا لمجموعة من الصور عكست التطور التاريخي للجمعية على مدى السنوات الماضية. افتتحت جمعية الثقافة الاجتماعية المعرض الإعلامي الذي يأتي ضمن فعاليات احتفالات الجمعية بمرور 50 عاما على تأسيسها، وتخلل المعرض عرضا لمجموعة من الصور عكست التطور التاريخي للجمعية على مدى السنوات الماضية. أي قارئ لتاريخ الكويت السياسي والاجتماعي والثقافي يلاحظ دور جمعية الثقافة في أدائها سواء كان على مستوى الجمعيات أو أدائها بشكل عام. ما يميز الجمعية حقيقة منذ إنشائها إلى الآن الدور الريادي في نشر الثقافة والثقافة بشتى أنواعها. جمعية الثقافة الاجتماعية كانت من أوائل الجمعيات التي تأسست في أعقاب صدور دستور البلاد وبدء مسيرة الحياة المدنية،
كما إنها عملت منذ إنشائها على الاهتمام بالجوانب الثقافية والاجتماعية وتعزيز الوحدة الوطنية. نشكر طبعاً أعضاء مجلس إدارة جمعية الثقافة الاجتماعية على هذا المعرض المبارك الذي يحكي سيرة الحركة الإسلامية في الكويت، ونتذكر هذا الجيل العطر اللي توفى نقرأ للفاتحة إن شاء الله، واللي مستمر بالعطاء إن شاء الله، الله يبارك له. احتفالية اليوبيل الذهبي لانطلاق جمعية الثقافة الاجتماعية اشتملت على الكثير من الفعاليات، منها تنظيم اليوم المفتوح للطفل على ملعب المرحوم سمير سعيد ومسرح المرحوم ناصر الخرافي في جمعية الثقافة الاجتماعية، وكذلك إقامة بطولة البراعم لكرة القدم. تنظم عمادة كليات الهندسة والبترول معرض القبول 16 تحت رعاية وزارة التربية والتعليم العالي خلال الفترة من 24 وحتى 28 من شهر مارس الجاري، ويؤكد القائمون على المعرض إقبال المدارس الحكومية والخاصة وأولياء الأمور على التعرف على آلية القبول في العام الجامعي الجديد. تقيم كلية الهندسة والبترول لهذا العام معرض القبول 16 بادرة سنوية تقيمها كلية الهندسة باستقبال مدارس ثانوية من القطاعين الحكومي والخاص. لهذا العام طبعا تم دعوة عدد كبير من المدارس الحكومية والخاصة، سيتم استقبال إن شاء الله 40 مدرسة حكومية وخاصة موزعة على 29 مدرسة حكومية و12 مدرسة خاصة خلال فترة إقامة المعرض من اليوم الأحد وحتى نهاية يوم الخميس. المعرض طبعا يلاقي إقبال جماهيري كبير من المدارس الحكومية والخاصة، وكذلك زيارات متعددة من أولياء الأمور يقومون بزيارة هذا المعرض للتعرف على آلية القبول في الجامعة للعام الجامعي القادم إن شاء الله 2013-2014. دشنت الجمعية الكويتية الألمانية لرعاية الحيوان أول سيارة إسعاف لجمع الحيوانات الأليفة الضالة، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الجمعية في مقرها في منطقة شبد بمشاركة جهات تطوعية وناشطين في حقوق الحيوان. تممنا تدشين أول سيارة إسعاف تكرم للحيوانات، وكذلك تدشين رقم هاتف خط ساخن سيعلن عليه في موقعنا مجموعة العطاء. هذا حقيقة الإنجاز الكبير، يعني احنا عددنا خطة كبيرة، كما ندعو حقيقة جميع الجمعيات المهتمة في هذا الجانب لعقد مؤتمر كبير، وسندعو بإذن الله علماء أجلاء سواء من الخليج أو من الدول العربية لمعرفة معالم الرحمة لنبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم. الكويت دولة سباقة في الخير، دولة عظيمة، واحنا هدفنا ان الكويت تكون دائما عالية سواء في مجال حقوق البشر، حقوق الحيوان. ويأتيكم بعد قليل. مشرف يعود وطالبان تتوعد. فيما هزت استقالة معاذ الخطيب المعارضة السورية، قرر وزراء الخارجية العرب المجتمعون بالعاصمة القطرية الدوحة رغم التحفظات منح الائتلاف المعارض مقعد سوريا بالجامعة. يأتي ذلك فيما أعلن الجيش الحر من جهته رفض تولي غسان هيتو رئاسة حكومة الائتلاف. في تطور سياسي لافت قد يزيد من عمق مأزق المعارضة السورية، أعلن رئيس الائتلاف المعارض أحمد معاذ الخطيب استقالته من الرئاسة. وفي بيان له علل الخطيب استقالته بأنه وعد سابقا بها في حال وصول الأمور إلى الخطوط الحمراء، وأضاف أنه لا يجوز أن يتصرف البعض ويزج بالسوريين في القتال حتى آخر طفل منهم، معتبرا أن هناك واقعا مرا الهدف منه ترويض الشعب السوري ومحاولة السيطرة عليه. وأشار الخطيب إلى أن المجتمع الدولي يدعم فقط من هو مستعد للطاعة، ومن يرفضها نصيبه التجويع والحصار. وأكد الخطيب أنه استقال من منصبه ليعمل بحرية، وتابع قائلا: رسالتي للجميع هي أن القرار السوري سوف يتخذه السوريون وحدهم، مضيفا: سنتابع الطريق مع إخواننا الذين يهدفون إلى حرية شعبنا، وستكون هناك رسائل وتفاهمات مع كل الأطراف التي تشاركنا الآلام والآمال.
ومما يزيد في خلط الأوراق وتشرذم المعارضة السورية رفض الجيش الحر الاعتراف بغسان هيتو رئيسا للحكومة المؤقتة. وأفاد المنسق السياسي والإعلامي للجيش الحر لؤي المقداد بأن الحر لا يعترف بهيتو لأن الائتلاف المعارض لم يتوصل إلى توافق حول اختياره في إسطنبول. وأعلنت شخصيات بارزة في المعارضة تعليق عضويتها إثر اختيار هيتو، بينها المتحدث باسم الائتلاف وليد البني والأعضاء كمال اللبواني ومروان حاج رفاعي ويحيى الكردي. ودعا الحر كل أطراف الائتلاف إلى تصحيح الخطأ من دون تقديم إيضاحات إضافية. وفي الدوحة دفعت استقالة الخطيب إلى اجتماع طارئ لوزيري خارجية مصر وقطر. وأمين عام الجامعة العربية نبيل العربي انتهت بقرار مستعجل بمنح مقعد سوريا للائتلاف المعارض. وأسف وزير خارجية قطر حمد بن جاسم لاستقالة الخطيب وحثه على إعادة النظر في قراره. وتأتي الاستقالة بعد أيام من اختيار هيتو رئيسا لحكومة الائتلاف التي ستتولى إدارة المناطق الخاضعة لسيطرة المجموعات المسلحة، في خطوة تلاها تعليق عدد من المعارضين البارزين عضويتهم في الائتلاف. في غضون ذلك أكد مصدر سوري معارض أن استقالة الخطيب تعكس خلافا مع دول تتدخل في شؤون المعارضة خاصة قطر، وعدم رضاه عن طريقة اختيار رئيس الحكومة المؤقتة غسان هيتو المقرب من التيار الإخواني. من جهته أكد مصدر دبلوماسي عربي شارك في الاجتماع الوزاري العربي أن الوزراء أكدوا على الالتزام بقرار مجلس الجامعة الصادر في 6 مارس الجاري بدعوة الائتلاف لتشكيل هيئة تنفيذية لشغل مقعد سوريا في القمة. وأفادت مصادر دبلوماسية أن الجزائر والعراق تحفظت على الخطوة، فيما أكد لبنان النائي بنفسه. ونبقى في الشأن السوري، حيث هدد موشي يعالون وزير الحرب الإسرائيلي الجديد برد فوري قد يفتح جبهة جديدة على الجيش السوري الذي يواجه مسلحين في هضبة الجولان المحتل بعد إطلاق النار من الأراضي السورية. يشهد الجولان السوري المحتل توترا أمنيا بعد أن أصابت أعيرة نارية أطلقت من الأراضي السورية عربات عسكرية للاحتلال الإسرائيلي كانت تجوب هضبة الجولان المحتلة، مما تسبب في أضرار طفيفة بحسب ما أعلن جيش الاحتلال. وتشهد المنطقة المحاذية لخط وقف إطلاق النار بين سوريا والأراضي المحتلة اشتباكات بين الجيش السوري وعناصر مسلحة. وكانت إسرائيل استقبلت في الأسابيع الماضية عددا من جرحى المسلحين السوريين وقامت بتقديم العلاج لهم. وسقطت في الأشهر الماضية عدد من القذائف في منطقة الجولان السوري المحتل ناتجة عن المعارك الدائرة على الطرف السوري من الحدود، واتهمت تل أبيب سوريا بالمسؤولية عن هذه الخروقات. ومنذ بداية الأزمة قبل عامين توتر الوضع في الجولان المحتل الواقع في جنوب سوريا، غير أن الحوادث المسجلة قذائف من سوريا وطلقات تحذيرية من الجانب الإسرائيلي ظلت حتى الآن محدودة، وسط غض نظر إسرائيلي عن تسرب المسلحين من النقطة الحدودية المشتركة بين سوريا ولبنان والأراضي المحتلة. في غضون ذلك قالت قوات الاحتلال الإسرائيلي أنها أطلقت النار على الأراضي السورية ودمرت موقعا للمدافع الرشاشة في الجولان. سوريا قال وزير المصالحة السوري علي حيدر أنه ليس لديه تفاصيل عن الواقع، وأضاف أنه لا يستطيع تأكيد أو نفي وقوع تبادل إطلاق النار لأنه ليس لديه معلومات، لكنه قال أن مهمة الجيش السوري الدفاع عن كل شبر من حدوده. ما في أكد أو أنفي أنه في إطلاق نار أو لم يتم أو ما في إطلاق نار، لأن أنا ماني يعني ما عندي معلومات، ولكن أنا بحكي بالمبدأ الجيش السوري معني بالدفاع عن حدوده إلى آخر نقطة تراب على الحدود السورية المؤقتة، لأن الحدود السورية هي أعمق من ذلك بكثير، وأي تصريحات أخرى لا تخيفنا، لأن من مسؤولياتنا الدفاع عن حدودنا إلى آخر حد كما قلت. وفي مؤشر قد يكون مقدمة لتدخل الإسرائيليين أوسع في الأزمة السورية بعد القصف الذي تعرضت له الأراضي السورية منذ فترة، توعد موشي يعالون وزير الحرب الإسرائيلي الجديد بالرد الفوري على أي نيران تطلق من سوريا على الجولان المحتل، محملا النظام السوري المسؤولية في ذلك. رغم الدعوات الدولية المتكررة بعدم التدخل في الشأن الداخلي السوري لمحاولة احتواء الأزمة الراهنة وعدم تفاقمها، تصدر ملف الأزمة السورية طاولة المباحثات بين وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الذي وصل بغداد اليوم في زيارة مفاجئة لم يعلن عنها مسبقا، وبين رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، والذي طالبه كيري بعدم السماح لاستخدام
المجال الجوي العراقي لعبور طائرات إيرانية إلى الأراضي السورية. وصل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى بغداد في زيارة لم يعلن عنها مسبقا وتعد الأولى له منذ توليه منصبه. واجتمع كيري مع رئيس الوزراء العراقي نور المالكي ورئيس مجلس النواب أسامة نجيفي وعدد من المسؤولين. وفي تدخل صريح في الشأن الداخلي السوري أدلى الوزير الأمريكي بعدة تصريحات، حيث أعلن أنه أبلغ رئيس الوزراء العراقي نور المالكي بأن تحليق طائرات إيرانية تحمل أسلحة إلى سوريا عبر المجال الجوي العراقي يمثل مشكلة كونه يساعد في بقاء الرئيس بشار الأسد ونظامه. وكانت واشنطن قد اتهمت بغداد بالتغاضي عن تحليق طائرات إيرانية، إلا أن بغداد قد وعدت وقامت في وقت سابق بتفتيش الطائرات الإيرانية المتجهة إلى سوريا. وأفاد مسؤولون أمريكيون بأن كيري سيقترح على الحكومة العراقية أيضا أن تعادل قرارها بتأجيل انتخابات مجالس المحافظات التي كانت مقررة يوم 20 أبريل في محافظتي الأنبار ونينوى. وكانت الحكومة قد أصدرت قرارها الثلاثاء الماضي بتأجيل هذه الانتخابات في المحافظتين لمدة 6 أشهر كحد أقصى بسبب تردي الحالة الأمنية. زيارة كيري لبغداد كشفت عن قلق واشنطن من أن الاحتجاجات المتواصلة منذ أشهر في بعض المحافظات العراقية قد تمنح تنظيم القاعدة فرصة لتوسيع أنشطته. على سكة التأزيم يسير قطار السياسة في مصر، فقد توعد الرئيس محمد مرسي باتخاذ خطوات حازمة لحماية بلاده. تصريحات مرسي جاءت في تغريدات على حسابه الرسمي بموقع تويتر، حيث أشار خلالها إلى أنه إذا أثبتت التحقيقات إدانة بعض الساسة في أحداث مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم والتي أسفرت عن إصابة العشرات، فسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم. كما دعا جميع القوى السياسية إلى عدم توفير أي غطاء سياسي لأعمال العنف والشغب. وصل الرئيس الباكستاني السابق برفيز مشرف إلى مدينة كراتشي الباكستانية بعد غياب دام 4 سنوات قضاها في المنفى الاختياري، وذلك على الرغم من تهديدات بالقتل تلقاها من طالبان باكستان. هذا وتجمع عدد من مؤيدي مشرف وأعضاء بحزبه بالقرب من مطار كراتشي لاستقبال طائرته القادمة من دبي. حطت طائرة الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف مع عائلته في كراتشي جنوبي باكستان بعد 4 سنوات قضاها في المنفى بالإمارات، وذلك استعدادا لخوض الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 11 مايو المقبل. مشرف استبق عودته إلى بلاده بتصريحات في مجلة دارش بيغل الألمانية قائلا إن في عهده كانت باكستان بلدا صاعدا واقتصاده مزدهر ولم يكن الإرهاب مشكلة كبيرة كما هو الحال اليوم، لافتا إلى أن النجاح في المجالين السياسي والاقتصادي هو الطريق الوحيد للاستقرار في البلاد، ومؤكدا عزمه على تحريرها من الإرهاب في إشارة إلى حركة طالبان. وعلى صعيد التهديدات التي أطلقتها طالبان باكستان باغتياله في حال عودته، أكد مشرف أنه ليس خائفا على حياته، مشيرا إلى أن الإرهابيين يحاولون منذ 12 عاما إرساله إلى الجحيم، غير أنهم لم ينجحوا ولن ينجحوا على حد تعبيره، لافتا إلى أن الحظ دوما إلى جانب الشجعان. يشار إلى أن الجنرال السابق مشرف الذي تولى السلطة عام 1999 بانقلاب عسكري وغادرها عام 2008 أعلن مرارا عزمه على العودة إلى باكستان، غير أن وجود 3 مذكرات اعتقال صادرة بحقه كانت تقف وراء تأجيله العودة خوفا من توقيفه بتهمة الإهمال في توفير الحماية الكافية لرئيسة الوزراء السابقة بناظير بوتو قبل اغتيالها عام 2007، لكن القضاء الباكستاني أكد له الجمعة الماضية إمكانية عودته إلى باكستان وعدم اعتقاله حال اندفع كفالة مالية طبقا للقانون الباكستاني.
قالت وزارة الخارجية الأفغانية إن الرئيس حامد كارزاي سيتوجه إلى قطر في وقت لاحق من الشهر الجاري لعقد اجتماعات بشأن إجراء محادثات سلام مع حركة طالبان. وأضافت الخارجية أن الزيارة ستتضمن إجراء محادثات مع الجانب القطري بشأن إقامة مكتب سياسي لطالبان في العاصمة القطرية الدوحة، مؤكدة أن زيارة كارزاي هي نتيجة لدعوة من أمير قطر وتتضمن مناقشات بشأن تبادل التعاون وعملية السلام مع طالبان. وتأتي زيارة كارزاي إلى الدوحة بعد أيام من اتهامه الولايات المتحدة بإجراء محادثات مباشرة مع طالبان دون إشراك الحكومة الأفغانية فيها. فر رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى من بلاده إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد أن سيطر متمردو حركة سيليكا على العاصمة بانغي. يأتي ذلك فيما أرسلت فرنسا قوات لتوفير الحماية لمطار العاصمة التي أحكم المتمردون سيطرتهم على أجزاء كبيرة منها بما فيها القصر الرئاسي. أعلن تحالف سيليكا المتمرد في أفريقيا الوسطى اليوم أن مقاتليه فرضوا السيطرة على القصر الرئاسي وعلى كافة المنشآت الحيوية والمواقع الاستراتيجية الهامة في العاصمة بانغي، مما أرغم رئيس فرانسوا بوزيزي على الفرار عبر نهر أوبانجي إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة. واستأنف ائتلاف متمردي سيليكا القتال هذا الأسبوع وتوعدوا بالإطاحة بالرئيس بوزيزي الذي كان قد وصل إلى السلطة عام 2003 نتيجة انقلاب عسكري. أيضا واتهمه المتمردون بخرق اتفاق للسلام أبرم في يناير الماضي ويقضي بدمجهم في الجيش، إلا أن الاتفاق انهار بعد فترة قصيرة نظرا لعدم تنفيذ مطالب المتمردين، ومن بينها إطلاق سراح السجناء السياسيين بحسب متمردي سيليكا. وكانت فرنسا قد طالبت أمس عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي لبحث التطورات الأخيرة بإفريقيا الوسطى ووصول المتمردين للعاصمة. وأعرب المجتمع الدولي عن القلق حيال التدهور السريع في الأوضاع. وذكر مصدر دبلوماسي أن فرنسا أرسلت جنودا إلى أفريقيا الوسطى لتأمين مطار بانغي بعد دخول المتمردين إلى شمال المدينة. ويجدر بالذكر أن هذه البلاد الصغيرة التي تضم 5 ملايين نسمة وتندرج بين أكثر البلدان فقرا في العالم يتواجد فيها حاليا نحو 1250 فرنسيا. وصلنا معكم لنهاية النشرة، إليكم التذكير بأهم العناوين. سمو الأمير يترأس اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء ويعبر عن ارتياحه وتقديره لما طرحه الشباب في المؤتمر الوطني الأول للشباب. استقالة معاذ الخطيب من رئاسة الائتلاف السوري المعارض، والحر يرفض رئاسة هيتو وقطر تمنحه مقعد سوريا. كيري يطلب من بغداد تفتيش الطائرات الإيرانية المتجهة إلى سوريا ويخشى من تصاعد نفوذ القاعدة في الأنبار. وفي الختام نشكر لكم حسن المتابعة، وللمزيد من متابعة الأخبار نرجو منكم متابعة الكوت نيوز على تويتر، وأيضا للتواصل يمكنكم مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني وعبر الفيسبوك. أيضا دمتم في رعاية الله.